يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول لما جئتنا نزلت البركة علينا؟ هل يصح هذا القول؟ ما في بأس، هذا من باب يعني حسن الظن والتفاؤل، تفاؤل مطلوب وهو تأمين الخير، هذا لا بأس به. نعم. وكذلك عبارة زارتنا البركة أيضا هذا من باب التفاؤل، أجل تبيه يقول زارنا الشر، زارنا البركة والخير، هذا من باب التفاؤل وتطيب خاطر الزائر. نعم.